بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة في الصف الأول المتوسط. ها نحن الآن على مشارف هذا العام، وسنعمل إن شاء الله مراجعة لما تم شرحه في مادة التفسير، سواء المواضيع التي أخذتم في بداية العام، بداية الفصل الدراسي الثاني، أو التي أخذتم أثناء تعليق الدراسة. ما سيكون إن شاء الله عندنا مراجعة كاملة لسورة العنكبوت، سورة العنكبوت، ثم بعد ذلك السور التي تليها. وستكون إن شاء الله عندنا 14 شريحة. هذه هي الشريحة الأولى، ثم إن شاء الله نبدأ الشرائح التالية. في هذه الشريحة أيها الطلاب والطالبات، تتكلم عن موضوعات السورة، والسورة فيها أربع موضوعات. الموضوع الأول التعريف بالسورة، وهو موجود في صفحة 10. ثم الموضوع الثاني الآيات من 1 إلى 43، تتكلم عن الابتلاء والفتنة وغيرها من الآيات. ثم من 44 إلى 55 دلائل ووصايا. ثم آخر السورة من 56 إلى 69، هذه كلها سيكون فيها تذكير ومواعظ، وإليكم الآن تفاصيل هذه الشرائح. سورة العنكبوت، هذه السورة سورة مكية، وحتى نراجع ما أخذناه في البداية، المكية معناها أن هذه السورة نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وقيل أنها السورة التي نزلت في مكة المكرمة. ولو جاءت سور مكتوب عليها مدنية، معنى هذا أن هذه السورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أو أنها نزلت في المدينة. غالبية السور المكية هي تركز على التوحيد، وغالب السور المدنية تركز على الشرائع والأحكام الفقهية. عدد هذه السورة، سورة العنكبوت، 69 آية، وترتيبها في المصحف 29. وقد تسأل سؤال، إيش معنى ترتيبها في المصحف؟ في عهد الملك فهد أنشئ مجمع اسمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ويعتبر هذا المجمع أفضل مجمع على مستوى العالم في طباعة المصحف الشريف، سواء كان بالخط العربي أو بالترجمة من الفرنسية والإنجليزية والصينية. هناك لغات كثيرة تمت الترجمة، ترجمة معاني القرآن لهذه اللغات. وبحمد الله سبحانه وتعالى، هذا المجمع أصبح هو رقم واحد في العالم من حيث طباعة المصحف الشريف. فلما نقول المصحف نقصد بذلك مجمع الملك فهد. فأثناء الترتيب سور القرآن 114، تقع هذه السورة في رقم 29. أما سبب التسمية لذكر اسم العنكبوت، وستأخذونه إن شاء الله في آية رقم 41، في آية رقم 41 سنأخذ شيء يتعلق باسم العنكبوت. الموضوع الأول الفتنة والموقف منها. السؤال الذي يهمك الآن، ما معنى الفتنة؟ الفتنة أو الابتلاء هو اختبار من الله تعالى لإيمان المسلم، اختبار من الله تعالى لإيمان المسلم. وهناك ابتلاءات تأتي الإنسان كثيرة جدا، فقد يبتلى مثلا بمرض، قد يبتلى مثلا بحادث، قد يبتلى بفقد حبيب من أم أو أب أو أخ أو عم أو خال أو غيرها، أو يبتلى مثلا بفيروسات أو بأي شيء من أنواع الابتلاء. وهناك ابتلاءات حدثت لأنبياء الله سبحانه وتعالى وهم كثر، فذكر لك في الكتاب على سبيل المثال قوم عاد أرسل الله سبحانه وتعالى لهم هود، وثمود أرسل الله لهم صالح، وقارون وفرعون أرسل الله له موسى، وكل منهم لما كذب الرسل حصلت له العقوبة التي تتناسب مع حجم هذا، مع حجم هذا الرد، هذا الصد وهذا التكذيب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أو ريحا مثل عاد، والصيحة مثل ثمود، وقارون خسف الله به الأرض، وفرعون أغرقه الله سبحانه وتعالى في البحر. طيب، سؤال مهم جدا، تقول يا أستاذ ما هو الواجب عليه تجاه هذه الفتن وهذا الابتلاء؟ الواجب عليه شيء واحد فقط، هو الصبر، وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات والاستغفار والتوبة إلى الله.
هذا هو الواجب، ثم فعل الأسباب لتلافي هذه الابتلاءات. لو كان مرض إنسان يأخذ علاج، لو كان هناك إعاقة يحاول الإنسان أن يبحث عن علاج معين أو عملية معينة حتى يزول هذا العلاج، يزول هذا، تزول هذه الإعاقة وهذا المرض وهكذا. الموضوع الآخر وهو في الشريحة رقم 5 دلائل ووصايا. أكبر دلائل وأقوى دلائل ودلائل محسوسة ومشاهدة، ما هي هذه الدلائل؟ هي خلق السماوات والأرض. كل الرسل الذين أتوا من إبراهيم ونوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يوجهون هؤلاء الأقوام وهؤلاء المشركين إلى أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما بينهما وما خلق فيها. ثم وصايا تتناسب مع كل وقت وعصر وزمان. أولا تلاوة القرآن الكريم بالتدبر، تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتمعن في معانيه. اثنين المحافظة على الصلوات الخمس، المحافظة على الصلوات الخمس لأنها نور في الوجه وهداية للإنسان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر كما تأكد إن شاء في آخر السورة. الحوار مع الناس بالتي هي أحسن، الحوار مع الناس بالتي هي أحسن. إذا كان الحوار مع الناس بشكل عام مطلوب بالتي هي أحسن، فكيف بالوالدين والأسرة؟ سيكون من باب أولى. كلما كان الحوار هادئ، كلما كان النقاش لا يوجد فيه رفع أصوات أو مد بالأيدي أو استخدام الألفاظ السيئة أو الألفاظ اللا أخلاقية، كلما أدى إلى نتيجة. أما إذا صاحب هذا الحوار وهذا النقاش وهذه المجادلة صاحبها شيء من رفع الصوت أو شيء من الألفاظ السيئة أو الغير جيدة أو استخدام يد، كلما أصبح هذا الحوار ناقص بل قد يكون مصيره للفشل. لذا نص الله سبحانه وتعالى ستأتينا في آخر السورة على إنسان يستخدم أفضل وأحسن وأجمل العبارات أثناء الحوار. الشريحة السادسة، هذه الشريحة فيها تذكير ومواعظ، وقد أنا وجمعت هذه التذكير والمواعظ في 5 نقاط. أولا أن الأرض لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو المالك المتصرف ليس في الأرض بل في كل هذا الكون. اثنين أن الموت حق واقع على الجن والإنس، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ثلاثة أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بجنات الخلود خالدين فيها أبدا. أربعة أن الحياة الدنيا له ولعب وسرعان ما تزول، والدليل على ذلك انظر إلى بداية العام في تقريبا 24/12، هل أحد يتصور أننا نحن الآن في منتصف شعبان؟ مرت كمر السحاب، مرت كأنها يوم واحد. حتى هذه الأزمة التي نعيشها عندما تنتهي إن شاء الله على خير سنرى أنها كأنها حلم ليل بدأ ثم انتهى. ثم الحياة الحقيقية، وهذه ذكرت في آخر السورة لما قال لها الحيوان، الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها، وهي من أركان الإيمان. أخيرا تذكير أهل مكة بما قدر الله لهم من الحرم الآمن الذي يجبى إليه ثمرات كل شيء ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له. سيأتينا إن شاء الله تفاصيل في أواخر السورة. الشريحة السابعة، تكلم الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة بقوله ألف لام ميم، وهذه تسمى الحروف المقطعة التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب. القرآن لما نزل بلسان عربي مبين فصيح، والعرب في ذلك الوقت أو كفار قريش الذين كانوا في ذلك الوقت هم يعدون من فصحاء العرب، ولهذا الله سبحانه تحداهم أن يأتوا بمثل هذه الحروف سواء كان في قصائدهم أو في كلماتهم أو في خطبهم أو غيرها من الأشياء التي كانوا يتميزون بها. ثم قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهنا سنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء ليعلم من يصبر ومن يكفر. ثم إن الله سبحانه وتعالى
رتب على العمل السيئ سيئة، ورتب على العمل الصالح أعمالا وحسنات كثيرة. لهذا ذكرت لكم في رقم 3 أن من عمل سيئة فإنه يجزى بمثلها، أما من عمل صالحا فإنه يثاب بأكثر من ذلك. ولهذا انظر إلى قول الله تعالى في آخر السورة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هذه المكافأة الأولى. المكافأة الثانية: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسن الذي كانوا يعملون، هذه هي المكافأة الثانية. هذا ما يتعلق بهذا المقطع، وننتقل إن شاء الله إلى المقاطع الأخرى. في هذا المقطع من الآية رقم 8 إلى الآية رقم 11 وصية وصى الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم، وهذه الآية متكررة في كثير من سور القرآن لكنها بأساليب مختلفة. السؤال: ما هو سبب نزول هذا المقطع وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ماذا أعمل يا ربي فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن سبب نزول هذا المقطع أن سعد بن أبي وقاص لما أسلم حلفت أمه أن لا تكلمه ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بالله، ثم احتجت قالت: إن دينكم، إذا قصد الإسلام، يوصي بالوالدين وأنا أمك فلا بد أن تكفر. فما استجاب سعد بن أبي وقاص لهذا الطلب، لكنه ماذا فعل؟ استمر على البر بها والإحسان والتودد إليها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبها وتسلم. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إذن من عمل صالحا من صلاة، بر الوالدين، عمل إنساني للناس كلهم، من صدقة، من ابتسامة، أين يكون مصيره؟ لندخلنهم في الصالحين. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال الناس أمام الفتن التي هي من التي هي آية رقم تقريبا 10: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. موقف أهل الفتن أو أهل الابتلاء قسمين: الصنف الأول لا يصبر على البلاء ويكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يتحمل هذا البلاء، بل يأخذ يشتكي ويدعو غير الله سبحانه وتعالى لعله يكشف البلاء، فهذا الصف الأول. الصف الثاني وهو المفترض أن يكون في المسلم أن يصبر على البلاء ويحتسب الأجر ويثبت ويكثر من الاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهنا ينال أجره في الدنيا وينال أيضا الأجر في الآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الأخير: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ننتقل إن شاء الله الآن إلى الشريحة التاسعة. هذه هي الشريحة التاسعة من 41 إلى 44 من 41 إلى 44. هنا تكلم الله سبحانه وتعالى عن العنكبوت، قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، سواء كانوا أصنام، مقصود في الأولياء سواء كانوا أصنام أو كانوا أشخاص أو غيرهم، المهم أنهم يعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن أرق وهو من البيوت الهشة الرقيقة التي لا تنفع ولا تضر ولا تحمي هي بيوت العنكبوت، وغالبا ما تكون في البيوت المهجورة التي لا يسكنها الناس. العنكبوت يأتي ويضع بيته هناك، يعشش، يعني يسمونها بيته هناك. فالله سبحانه وتعالى شبه عبادة الأصنام أو التوسل بالأولياء أو التوسل بالأموات أو بالشمس أو بالقمر أو أي أمر، أي مخلوق يعبد من دون الله، كأن الشخص يأوي إلى بيت من العنكبوت لا في، هو هش ورقيق لا ينفع ولا يضر. ثم قال: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز. العزيز معناها القوي الذي
لا يغلب. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. ثم بين الله سبحانه وتعالى قلة عقل هؤلاء الذين يتوسلون بالمخلوقين، قال: وتلك الأمثال، سواء كان العنكبوت أو غيرها، نضربها للناس وما يعقلها، يعقلها، يفهمها، يعلمها، يدركها إلا من؟ إلا العالمون، إلا الذين فعلا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في هذا الخالق العظيم الذي فطر هذا الكون كاملا. فطر معناها ابتدأ أو خلق هذا الكون كاملا. بل الإنسان لو فكر في نفسه لأرأى العجب العجاب في خلقته. لهذا الله ختم المقطع في قال: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لعلامة لمن؟ لمن يا شباب؟ للمؤمنين. الشريحة التي تليها أيضا من آية 45 إلى آية 46 وهي رقم 10، قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. الآن هنا الله سبحانه وتعالى يحثنا على تلاوة القرآن الكريم، الكتاب مقصود فيه القرآن. وأقم الصلاة. طيب ما هي المكافأة أو ماذا تعمل الصلاة إذا أنا حافظت عليها من حيث الشروط والأركان والواجبات والخشوع وأدائها في وقتها؟ ماذا يترتب عليه؟ انظر ماذا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي حاجز للمسلم عن أن يقترف شيء من الفحشاء أو المنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية تسمعونها كثيرا في صلاة الجمعة، عندما ينتهي الخطيب من كلامه تجد أنه يذكر هذه الآية. ثم تكلم الله سبحانه وتعالى على الحوار الهادئ مع المخالفين، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن، وهي دعوة لي ولك ولأي شخص عندما يرى الإنسان على منكر أو على خطأ أو غيره، فإنه يدعوه بالحسنى، يدعوه بالحسنى. من 47 إلى 49، من 47 إلى 49 تتكلم هي عن القرآن الكريم: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أولا، أن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجحد بالقرآن إلا الكفار والظالمين. أن الكفار محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، وهي آخر آية موجودة عندك في 49. المقطع الذي يليه هو رقم 12، صفحة 50 إلى 52. أيضا تكلم الله سبحانه وتعالى على القرآن، أعاد التذكير بالقرآن الكريم وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين في الآية رقم 51 أن القرآن الكريم رحمة للمؤمنين، لهذا قال: إن في ذلك لرحمة وذكرى لمن؟ لقوم يؤمنون. المؤمنون هم الذين سيستفيدون من هذا القرآن، سواء كان في الشفاء أو في التدبر أو غيره. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من آمن بالباطل وترك الحق، سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية، فهو الخاسر يوم القيامة، وهو موجود في آخر سورة 52، قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم من أيها الطلاب والطالبات هم الخاسرون. هذه هي الشريحة 13 في نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، من آية 64 إلى آية 69. أولا تكلم الله سبحانه وتعالى عن أن هذه الحياة الدنيا إنما هي إلا لهو ولعب، ولا مانع من الإنسان أنه يكون شيء عنده من المتعة، من سعة الصدر، من الاستمتاع بهذه الدنيا، ويضع له برنامج بحيث يتوازن بين أساسيات الحياة ومكملات الحياة. أساسيات الحياة اللي هي طاعة الله ورسوله، ثم طاعة الوالدين، ثم الاجتهاد في أعماله ومواده الدراسية، ثم مكملات الحياة التي هي اللعب أو الذهاب مع الأهل في نزهة أو حديقة أو ألعاب السوني الجيدة التي ليس فيها أي مخالفات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحياة الحقيقية، لهذا قال: لهي الحيوان. الحيوان اللي يقصد به الحياة الدائمة التي لا تزول، ويقصد بذلك هي حياة الآخرة، حياة الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم.
ثم تفرق الله سبحانه وتعالى إلى حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك، إذا جاهم أمراض، إذا جاهم أي مصيبة، دعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا نجاهم إلى البر وعاشوا المتعة أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وما يحدث الإنسان أثناء المصائب بالرجوع إلى الله هذا أمر طبيعي جدا، لكنه لا بد أن يعقبه شكر لله بعد انتهاء الأزمة أو انتهاء المصيبة، يشكر الله سبحانه وتعالى ويستمر ويجتهد في العبادة. ثم تكلم الله عن الحرم الآمن، ولله الحمد والمنة، وهذا من بركة من تيسير الله سبحانه ومنته على خلقه أن جعل هذا الحرم آمنا مطمئنا، لا يدخل الإنسان سواء كان في مكة أو المدينة إلا يرتاح نفسيا ويأمن على نفسه وعلى أولاده. فنسأل سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة. ثم ذكر الله سبحانه في آخر السورة قال: من اجتهد وصبر في طريق الهداية فإن الله سبحانه يهديه إلى الطريق المستقيم. وهذا قال في آخر المقطع: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي في الطريق المستقيم. نسأل سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وننتقل إن شاء الله إلى الشريحة التي تليها. العنكبوت، وإن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ سورة الروم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأتمنى أن شاء الله لكم يوما سعيدا.